عموما علم الرسم وعلم قائم، لكن يعني دلالات هنا هناك يعني تحتاج الى زيادة الى مزيد دراسة وعناية. طبعا ما ممكن تدرس انت موضع، لابد تجمع المواضع وتنظر السباق واللحاق والسياق وما كتب، وممكن مع مرور الايام تكتشف اشياء غريبة وعجيبة في دلالات رسم المصحف. ولذلك قال الشيخ حلف الله الحسيني من علماء مصر، كان شيخ المقاري في عصره، في كتابه الآيات البينات في حكم جمع القراءات، كتاب له ما عرف طبع هذا الكتاب أو لم يطبع، لما اطلع عليه إلى الآن، قال: القرآن معجز برسمه كما هو معجز بلفظه، أو قال في بعض الألفاظ بنظمه. القرآن معجز برسمه كما هو معجز بإيش؟ بلفظه. إعجاز القرآن باللفظ مجمع عليه، هيبقى إيش؟ الرسم. فقال هو إيش؟ معجز. ألفاظ القرآن كيفية كتابته شيء غريب. ألا تلاحظون مثلا كلمة إبراهيم في سورة البقرة في 15 موضع، 15 موضع في سورة البقرة، لو عديت الكهف 15 لا زايدة ولا ناقصة، مكتوبة بدون ياء، أليس كذلك؟ ألم يتساءل منكم أحد في سورة البقرة؟ مكتوبة بدون ياء. قالوا: إشارة إلى قراءة ابن عامر الشامي بخلف عن ابن ذكوان وباتفاق عن هشام إبراهام، حتى يجمع بين القراءتين إشارة تحتمل الياء تقديرا فكتبت بهذه.